بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لاحظنا أنه بعد انتشار فيروس كورونا، زيادة الوعي الصحي وكذلك زيادة الوعي الديني. أنا لاحظت، ولعلكم الآن الكل أو البعض أو شريحة كبيرة أيضا لاحظوا معي، وعي ديني زيادة وانتشار، يعني على مستوى الأفراد الأشخاص وعلى مستوى وسائل الإعلام انتشر. ولاحظت أيضا زيادة التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وعترته الطيبة الطاهرة عليهم السلام، اهتمام لدرجة أن يبحثون الآن، بحثوا ويبحثون وينشرون أيضا آيات وروايات تتعلق بالجانب الصحي الطبي، يعني حتى لو مو بشكل مباشر، حتى لو عن طريق الإشارة بشكل غير مباشر، بجانب العلاج، جانب الوقاية، إظهار مثلا طرق معينة، الغسيل بالماء البارد، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، مثلا أكل بعض الفواكه على سبيل المثال، التفاح غير التفاح، تطهير الملابس، غسل الملابس، تطهير وغسل الأيدي والتعقيم، وأمثال هذه الأمور لاحظتها يعني بشكل واضح. اللي يدقق يقول لا، فيه يعني زيادة وعي، له أن يعمل استبيانا استفتاء وسيجد هذه النتيجة، ليس فقط على المستوى الصحي بل على المستوى الروحي الديني، وليس فقط عند المسلمين، حتى عند غير المسلمين. في هذا الوقت أيضا وجدت أن كثيرا يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى ويريدون أن يتوب الله تبارك وتعالى عليهم في التضرع، لعلهم يتضرعون. تضرع صار توجه إلى الله بالعبادات والطاعات، ترك الحرام، الإقبال على الأمور التي ينبغي بل يجب أن يأتوا بها. الناس تحط ببالها أن الله بعيد عنهم، الله ليس بعيدا، هم كانوا في محضره. هؤلاء العصاة، هؤلاء المسرفون بالذنوب، لم يكونوا في غير محضر الله، في غير ضيافة الله، كانوا في محضره، في ضيافته، وعلى أرضه فعلوا ما فعلوا، ولله ملك السماوات والأرض. هم البعيدون عن الله، الله ليس بعيدا. ولذلك في القرآن الكريم نقرأ المعنى: وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. هذا التعبير جدا عظيم، لا ملجأ من الله إلا إليه، يعني أنت تبي تطلع من الله وترجع إلى الله، ما تبي تطلع من غير الله تبارك وتعالى، الكون كله لله. بس الناس غافلين، ما يعرفون هالمعنى هذا، عبالهم الله هم اللي بعاد عن الله. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بأنه قريب، أعمالنا هي التي تحجبنا عن الله، ولا الله تبارك وتعالى لا يحتجب عن خلقه، موجود ومعهم ويحب عباده ويحب لهم التوبة، يقول إن الله يحب التوابين. طيب، على هذه المسألة ننتقل إلى النقطة الثانية، مسألة القرب، الله قريب والناس هم الذين بعيدون. ونقرأ المعنى أيضا في بعض الأدعية: هارب منك إليك، يعني يا رب أنا هارب منك ومتوجه إليك، لأن الكون لله تبارك وتعالى، أيريد أن يهرب من الله؟ أحياناً هذا كمثال للتقريب، في معسكر مثلاً، واحد مل يبي يطلع من هالمعسكر وكله محوط، يعني أسلاك شائكة وحرس، عباله لمن يركض وكذا بينحاش. أنت في محيط الحدود، في محيط المعسكر، وين من وين بتطلع؟ يعني من المعسكر إلى المعسكر. هذا التعبير: هارب منك إليك. نفس الشيء، نحن في شهر رمضان المبارك، أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، الله يحفظكم جميعا. في شهر رمضان المبارك أكو آية معروفة، هذه الآية يمكن
كثير ما يدرون وين موقعها في القرآن بالتحديد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه موقعها في سورة البقرة بين آيات تكليف الصيام، الآيات اللي نزلت في شهر رمضان، فالصيام في شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، الآية اللي بعدها أيام المعدودات، اللي بعدها شهر رمضان، بعدين أتي الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والآية اللي بعدها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني رجع مرة ثانية إلى الصيام وأحكام الصيام. ويت هذه الآية بين آيات تكليف الصيام، شنو اللي نعرفه؟ شنو اللي نستفيده؟ شنو الله بيوضح لنا؟ رح يبين لنا أولاً أن هذا الشهر أفضل الشهور عند الله، شهر نزول القرآن، وهو شهر الدعاء، فانتهزوا الفرص. هذا واحد. اثنين، أن الله تبارك وتعالى قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ثلاثة، أنه يريد عباده أن يدعو له، يدعونه ليجيب لهم. الله يقول ادعوني أستجب لكم. الشيء الآخر، النبي صلى الله عليه وآله في خطبته أيضا ذكر شنو قال في خصوص شهر رمضان، لما قال دعاءكم فيه مستجاب، بعدين قال فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة، يعني ادعوا إذا دعاءكم فيه مستجاب في شهر رمضان، إذن ادعوا، فاسألوا الله أو فاسألوا الله بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم فيه لصيامه وتلاوة كتابه. بعدين قال وارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلواتكم، يعني في شهر رمضان تدعون خاصة في أوقات الصلوات، لما تصلون الصلوات الخمس، فإنها أحب الساعات، هذه أحب الساعات إلى الله أوقات الصلوات، ينظر الله عز وجل فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه ويستجيب لهم إذا دعوه. هني الله يقول ادعوني أستجب لكم، ووصف نفسه تبارك وتعالى بأنه قريب، فلنكثر من الدعاء في شهر ضيافة الله تبارك وتعالى. حتى هذا العاصي الله تبارك وتعالى يناديه، اللي أسرف بالذنوب، اللي على تعبيرنا نقولهم سخط، لأن أحيانا الواحد لما يبي يتعامل مع البشر يقول أنا مالي وي هذا، أنا أذيته، قصرت وياه، تكلمت وتجاوزت وإلى آخره، مالي وي أشوفه بعد إلى هالدرجة مع البشر. الله تبارك وتعالى غير، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني مسخت وياهم بعد الذنوب والمعاصي، حد الإسراف إلى هالدرجة، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولذلك قيل ذات مرة موسى عليه السلام كان يناجي ربه، قال يا إله المطيعين، قال لبيك، قال يا إله المتقين، قال لبيك، يا إله العارفين، قال لبيك، قال يا إله العاصين، فأتاه نداء من الله لبيك لبيك لبيك. تعجب موسى، يا رب ناديتك يا إله المتقين، يا إله المطيعين، يا إله العارفين، مرة واحدة أجبتني لبيك، ولكن عندما قلت يا إله العاصين أجبتني ثلاث مرات، لما؟ قال يا موسى إن المطيعين يعولون على طاعتهم والمتقين يعولون على تقواهم، فمن للعاصين غيري؟ منو للعاصين اللي يفتح باب رحمته؟ وهذا الواقع. ولذلك أمير المؤمنين علي عليه السلام في دعاء كميل الذي يقرأ في ليالي الجمعة شي يقول إلهي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.